صباح الخير، عاملين ايه؟ فلوج النهارده هنتكلم عن انا كنت بصور بايه على اليوتيوب وبقيت بصور بايه. الناس اللي بتجيب معدات والناس اللي بتبقى لسه بادئه ومش عايزه تجيب معدات، هنتكلم في كل دوت. مبدئيا اليوتيوب، اي حد هيقول لك اليوتيوب ما بيجيبش ربح، لا هو بيجيب ربح، تمام؟ لانه معلش اللي يقول لك اليوتيوب ما بيجيبش ربح ده فهو ليه مكمل على اليوتيوب؟ ليه ما بينزلش فيديوهات على الفيس او على الانستجرام ودول هيجيبوا ريتش او فيوز اعلى ولايكات اعلى كده؟ فانت ليه بتنزل فيديوهات على اليوتيوب؟ فلا، اليوتيوب بيجيب ربح وبيجيب ربح كويس جدا، تمام؟ نتكلم على موضوع المعدات. مبدئيا انت لسه ما بداتش، عايز تبدا، ابدا باي حاجه. مش لازم تبقى معاك كاميرا بروفيشنال، مش لازم يبقى معاك مايك نظيف، اهم حاجه تبقى الصوت بس واضح، يعني تبقى في مكان مثلا لو انت بتصور موبايلك العادي اللي هو اصلا اكتريه الموبايلات دلوقتي بقت معديه الكاميرات البروفيشنال بكتير. فانت ابدا بموبايلك، اهم حاجه الصوت يكون واضح، الصوت تليفونك المايك بتاعه مش قوي، ممكن تركب هاند فري وتقربها من بقك هيبقى لذيذ جدا وهيبقى مشغال معاك تمام. ابدا باي حاجه، ابدا باي حاجه معاك، اهم حاجه ان انت تبدا تاخد الخطوه وتبدا. بعد كده هتبدا تطور وتجيب حاجات معدات وتطور من نفسك ومن معداتك ومن كل ده، تمام؟ انا بدات بصور بالموبايل عادي، كنت بطور من نفسي دايما في المونتاج عشان اطلع الكواليتي. الكواليتي بتاعت الموبايل ما كانتش حلوه، فعشان اطلع كواليتي حلوه فكنت بظبط الالوان بتاعت الفيديو وبظبط في المونتاج بحيث ان الفيديو يبقى حلو، الناس ما تلاحظش قوي ان الكواليتي وحش. بعد كده جبت كاميرا، بعد كده جبت مايك، بعد كده جبت ترايبود، بعد كده هو بمراحل كتير عديت بيها وجبت حاجات كتير، بعد كده بجيب الاحسن وكده. هل انا خدت فلوس من اليوتيوب؟ مش هكدب عليكم ومش مستاهل ان انا اكدب ولا احور، انا ما خدتش ولا شيرين لسه من اليوتيوب. ليه؟ مش عارف، بس لسه يعني وقت ان انا ربنا كاتب لي رزق، الرزق بتاع ربنا طبعا، بس الرزق اللي ربنا كاتبه لي لسه ما جاش. طب انت بتجيب المعدات دي منين؟ المعدات اللي انا بجيبها دي بجيبها من فلوسي الشخصيه. طب يا ابني انت تصرف ومش بتصرف؟ عادي، اليوتيوب والحاجه اللي انت بتحبها عامه الفيديوهات زي ما هتديها هي كمان هتديك، بس الصبر. انا النهارده جبت مثلا كاميرا من فلوسي الشخصيه فطلعت كواليتي احسن مع المونتاج مع الكالرنج بتاع الفيديو وكده، بعد كده هيبدا فيديوهاتي تتشاف فهيجي لي فلوس، تمام؟ عندكوا شامبو؟ جبت مايك كويس، تمام، مايك اللي هو النيك ولبسته تمام وتمام. واحده واحده لما جمعت فلوس وحوشت حطيت هدف قدامي ان انا هجيب مايك شوت جن كذا اللي هو انا بصور بيه دلوقتي، فجبته فبيطلع لي كواليتي صوت احسن. فواحده واحده مهما يعني كل ما هتدي الحاجه هي هتديك هي كمان. انا دلوقتي بصور بايه؟ معايا ترايبود جوريلا، هتلاقوا صورته في الصوره المصوره بتاعت الفيديو اللي هو قبل ما تخشوا على الفيديو اصلا هتلاقوه. بصور بالكاميرا معايا بقى لها 4 سنين، اسمها نيكون 3200، ما اعتقدش ان هي بتتصنع دلوقتي او بينزل منها لانه نزل احدث بكتير، بس هي كواليتي كويسه. المايك اللي معايا مايك بويا، جايبه من محل بتاع مايكات وحاجات تصوير وكده اللي هو الشوت جن، تمام، بالفلتر بتاعه اللي هو الفارو ده، فده اللي انا بصور بيه دلوقتي وانتم شايفين الكواليتي بتاعته. طب انا كنت بصور بايه؟ خليكم معايا وهوريكم كنت بصور بيه. وده كده زي ما انتم شايفين ده اللي انا كنت بصور بيه قبل ما اجيب الكاميرا واجيب الحاجه. هو الموبايل بتاعي هواوي بي 30 لايت، الكاميرا بتاعته مش احسن حاجه، الصوت بتاع المايك اللي معايا اللي هو المايك عادي جدا مش بويا حتى، ده مايك كان سلك متر تقريبا، السلك بتاعه كنت جايبه ب 40 جنيه اللي هو المايك النيك ده، هتلاقوه برده في الصوره الثامبنيل بتاعت الفيديو، مش احسن حاجه بس كنت بمشي نفسي. معايا الترايبود برده هتلاقوه في الصوره، برده ترايبود تعبان جدا كنت جايبه ب 20 جنيه، مسبب كل دول في بعض وحط الموبايل وبصور، تمام. فده مش احسن حاجه بس كانت ماشيه، يعني كانت اللي هو الدنيا ماشيه معايا وايه وبطلع فيديو مع الايديتنج والمونتاج والكلام دوت، الفيديو بيطلع كواليتي مش احسن حاجه بس بتطلع فيديو. بس ايه، بدات انت كده بدات، ما استنيتش لا انا لما اجيب كاميرا لما اجيب مايك لما مش عارف اجيب ايه واجيب ايه، لا بدات وجبت وبدات بالحاجه اللي معاك. طبعا مش شرط يكون معاك الترايبود الصغير اللي ابو 20 جنيه ده ولا المايك ابو 40 جنيه، لا انت ممكن تبدا بموبايلك بس عادي، هتسنده على اي حاجه وتبدا تصور ايا كان الكونتنت اللي انت هتقدمه، المحتوى اللي انت هتقدمه. انا بدات وقدمت لحد ما حوشت فلوس من فلوسي الشخصيه وجبت الحاجه اللي انا بصور بيها دلوقتي. تعالوا نرجع تاني بقى للكاميرا والمايك البويا والكواليتي الجامده اللي انا بصور بيها دلوقتي. رجعت لكم تاني، بصور كده من الكاميرا دلوقتي. انا عايز اوريكم بس الحاجه اللي كانت معايا اللي كنت بصور لكم بيها الفيديو دلوقتي، وهم دول زي ما انتم شايفين، ده سلك نحاس ربطوا بيهم المايك الصغير اللي بقول لكم عليه، ترايبود ب 20 جنيه، ما كلفنيش 100 جنيه على بعضها، مش فكره فلوس برده بس فكره ان انا بدات طلعت كواليتي صوت، اهم حاجه الصوت طبعا، طلعت صوت كويس
وبدا دلوقتي انا بصور لكم من الكاميرا والمايك الشوتجن، ودي الصوره زي ما انتم شايفين. فزي ما قلت لكم ما تستخسروش في نفسكم ولا في الحاجه اللي بتحبوها فلوس. لما اجيب يعني الكاميرا اصلا كنت جايبها بقالي فتره، فهي عندي في البيت، ايا كان الكاميرا بكام جيبها. جيب، مش لازم تجيب اعلى حاجه ولا اجمد حاجه، جيب يا عمي حاجه في المتناول السعر اللي تعرف تحوشه من شغلك او مصروفك او ايا كان، مش عيب، حوش وجيب. المايك جبته ب 350 جنيه من محل، الترايبود جبته من نفس المحل برضه بس مش فاكر والله كان سعره كام. كل دوت ما كلفنيش 500 جنيه على بعضها. 500 جنيه دي مش مبلغ، بنروح نصرف فلوس في حاجات كتير جدا ملهاش لازمه وفلوس اكتر من 500 جنيه. فجيب وما تستخسرش في الحاجه اللي انت بتعملها والحاجه اللي انت بتحبها فلوس، لانها كده كده هتديك بعد كده. يعني بعد كده الله اعلم انت نصيبك وربنا كاتب لك رزقك امتى، بس ممكن بعد شهر، بعد اتنين، بعد سنه، بعد سنه، بعد 20 سنه ربنا كاتب لك وهيجي لك. الحاجه مهما بتديها بتديك، كل ما بتديها بتديك. ما تستخسروش في نفسكم ولا في الحاجه اللي بتحبوها فلوس. الفلوس بتروح وتيجي، ادفعوا، جيبوا معدات، معكش فلوس ابدا باللي معاك كده، الدنيا هتمشي. ما كنتش مجبر ان انا اشتري حاجه وادفع فلوس فيها وانا اصلا ما بيجريش فلوس من اليوتيوب، بس دفعت فلوس ليه؟ عشان انا حابب ده، انا عايز اطلع كواليتي حلوه وادي للحاجه اللي انا بحبها وبعملها اللي هو الفلوجنج او ايا كان نوع الفيديوهات اللي بعملها، عايز اديله كويس. يعني عايز اطلع حاجه نظيفه، حاجه انا بقى مش عشان الناس بقى، عشان انا ببقى بتفرج عليها ابقى راضي عن اللي انا عملته، حاسس ان انا عملت حاجه. ده سبب ان انا دفعت فلوس من جيبي في الحاجه اللي بحبها بس. وده كان فيديو فلوج صغير كده، يا رب يكون عجبكم. لو انت مرة تشوفني انزل اعمل لي سبسكرايب وفعل النوتيفيكيشن بوتوم اللي هو زر الجرس الصغير ده، واعمل لي لايك بقى وكومنت بقى وقول رايك بقى في كومنت وكده، واستنوني في فلوجات جايه جديده، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي طبعا في الديسكريبشن بوكس تحت. وسلام.